السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ صحه لاباس؟ كلشي بخير هانين. نتمنى تكونوا بصحه جيده. نسال الله عز وجل باش يحفظكم ويحفظ الابناء ديالكم اينما كنتم وسرتم. الاخوان، يعني من جل الحلقات اللي كان وضعوها في هذه القناه ديالكم هو كنمشيو على هذا الشكل التالي، معناه كنهضروا ما هو تغاريد، يعني وحنا دابا متبعين هذاك السلسله ديال شرح تغاريد الكوبيه الاسبانيه ما يسمى بالكوديغو، ومره كنديروا واحد اللقاء يعني معكم غير يعني نشارككم الولاعه او شيء من الخبره والتجربه اللي دوزناها، وكذلك انتم ان شاء الله الرحمن الرحيم تفيدونا بالخبره ديالكم والتجربه ديالكم. هادو هما يعني الحلقات اللي غادي نمشيو عليهم، والتواصل اللي غادي يكون معكم ان شاء الله. فكما وعدناكم الاخوان، وكنا في واحد الحلقه اللي كانت دازت تكلمنا على الشروط او المعايير او الاولويات اللي خص الانسان يعرفهم يكون على علم قبل باش يشري واحد الطير، وكذلك ما هي الامور اللي خاصو يمشي عليها كل انسان اللي كيبيع ويشري. نتمنى من الله سبحانه وتعالى باش هذاك الدرس يكون نستافدوا منه جميع. وفي خلال هذاك الدرس ذكرنا ووعدناكم باننا غادي نتكلموا على كيفيه او الطريقه باش ان شاء الله عز وجل ديال التفريخ، باش يفرخ واحد الانسان او واحد المولوع الطائر الهجين، كيفاش الانسان يكون عنده المواستة ديالو ويفرخهم عنده في الدار، خاصه الى كان عنده اتساع. إذا كان عنده اتساع أفضل هو يفرخ عنده في الدار. ما كانش عنده، خاصة بعض الإخوان كيديروا حفاظة تغريد، ما خاصهمش يكون معاهم يعني هذا الشيء ديال التفريخ، مخافة ليعود الطائر كيسمع واحد المسافة اللي ماشي بحال الإنسان. فكان اتساع وكان عندك اليقين بانه هو راه البلاصه اللي كتخدم فيها ديال الحفاظه بعيده كل بعد على تفريخ او في شي دار اخرى، دار العائله، نساب، الى اخره، شيء من هذا القبيل، فمزيان، شيء جميل. ان شاء الله الرحمن الرحيم الاخوان نهضروا ونتكلموا على هذه المساله. اولا هذه القضيه ديال التفريخ ولا الميستو، غنهضروا على واحد الجانب ديال المشاكل قبل ما ندخلوا للتفريخ، وعلاش بعض الناس باغي يدير التفريخ ولا كيفرخ الميستو، ما بقاش بغى يشري. شنو هما الحوايج اللي خلاوه ما يشريش؟ هو هاد المساله ديال الصدق، راه دائما كنرجع لها الاخوان، راه المشكل راه طرا ليا انا، هادشي راه طرا ليا انا وطرا بزاف الناس. راه كنمشيو عند شي اشخاص اللي هما كي مع احتراماتي للكل كيخرجوا الميستو، وخاصه اللي كيخرجوا الوليدات عنده في خطره، ولا كيكون داك الديكالاج ديال النهار ولا يومين، ملي انت كتبغي تشري الولاد بساتة على واحد 8 ايام ولا 10 ايام، هو في ديك المده الزمنيه ديال 10 ايام مع دائما هو في التفريغ كيولي كيكتشف يعني بسهوله الذكر بالنسوه، لان الانسان الاستمراريه وهو اللي كيخرج الميستو، هو كيولي يعرف كل نتوه اشناهما دوك الحوايج اللي كتعطي هاد النتوه للذكوره او البصمات
مثلا هاد النتوه كره عليا كتعطي الطومبو باين، كتعطي ديك الصفوريه ديال ما بين الجناحين فوق رقاص الزيباق، هذا ملي كي يدير او كيبان لك شي حاجه يلاه جي، او كتعطي الكبر كيبان لك البيستو ديال الولد كبير في العش في هذيك 8 ولا 10 ايام كبر على دوك الصغيورين، كاين شي امور هو اللي كيعرفها من غير هاد المساله. الطير العش الذكوره كي تحضروا لتحت ونتاوي كيعطيو، راه بعض الخطرات حتى نتاوي كيتحضروا لتحت الخلعه الخلعه، فهذا ماشي معيار. فكيهز هو دوك الوليدات ديال الذكوره يجمع من واحد النتوه، والنتاوي كيجمع من واحد النتوه، وكتبقى تكون ملي كديك تبغي غتشري تعش كيبيعوا لك مثلا ب 3000 الاول 4600 درهم، كتقول حتى مزيان، ملي كتجي كيخرجوا لك كلشي نتاوي، او لا بغى يدوز عليك اللي كيف كيقولوا مع كامل احتراماتي يدوز عليك الكيف، كي يحط لك ذكر واحد مع دوك الثلاثه. فهادشي حشومه، الناس الضرات تا كتبيع، بغيت تحل رزقك هز عطي العش، عطي العباد الله ترزق الله والله يسهل، تا باش يسهل لك الله هاد المشاكل. هادشي الاخوان في هاد اللبس هذا وفي هاد المشاكل، راه الناس الضرات ولات باغا دير الكريه عندها في الدار. فالاخوان الله يجازيكم بخير، حنا ما كنقولوش الكل، وكاين ناس اللي الله يعمرها دار وصادقين ويقول لك هاد لا راس مناش وهادي مناش وهادي اخويا مناش وهادي، والحمد لله. وانت شوف انت كيدير مع الله، ما تبقاش تشوف الناس هما تيشوفوا فيك واش انت مزيان، شكرك الواحد ولا ما شكركش لا يهم، الله ملي تكون في واحد البلاصه حضر معاك الله باش تنجح في حياتك، هادشي اللي كاين الاخوان. هذا موضوع اخر وفيه حتى هو ما يتقال، ولكن حنا عادزنا باش نكملوا المسيره ديالنا من اجل نوعيوا الناس، وفي نفس الوقت نتكلموا مع الناس اللي لهداهم الله سبحانه وتعالى يتوبوا من هذه المساله. هذه طريقه باش تخرج الميستو او الهجين ديال المقنين ديال اي حاجه، اي هاجي شوف تاش كيعجبك، ما كتبداش من شهر جوج شهر ثلاثة وربعة وعادة باغي تخرج، لا كتبدا يعني من القرع، من القرع من اللي تاخذ خذ قرع ستيبات سوا، انت هاد ستيبات سوا خذ تهلا فيهم في فاش تهلا فيهم في كل ما يتعلق يعني المسائل ديال الماكله ديالهم، التشماش، العومان، الفيتامينات، خاصه في البدايه. الطير الا بغيتي يتجاوز لك اي مقنن الاخوان كيتجاوز، الا النادر اي مقنن يتجاوز، ولكن لا تبعتي هاد الحوايج اللي غنقولها لك. هو خصو اول شرط يبدل مزيان الطير، يبدل مزيان حضي معاه في البداله دوات القميله، راه ما كيصلحش للقميله، راه دوات القميله كيصلح للجلد، داك الغبره اللي كطير بزاف الحوايج الريش، راه الناس اللي عندهم هذا الاختصاص راه ما غيفهموا اكثر مني. دوات القميله البداله مزيان، عاوننا الريش باش يكون مزيان بزريعه الكتان، وكاين مانيطوبا وكاين الماكله كاين الادويه كاين الناس خطص بحال غتلقى. انا غير كنعطيك دابا كنرشم لك الطريق اللي خاصك تمشي منها باش تخرج من الميست. المهم الطير خاصو يخرج مبدل مزيان، الطير الا ما بدلش مزيان يقدر يصول ولكن ما يلقحش لك، وفي ساعه يقلب البداله، بقات لي هذه عريانه ولا شي حوايج ولا شي تمي بالك في يلا طلع الصوره وباغي ني تبدا يصول مزيان كيقلب البداله. الطير خاصو يبدل مزيان، هذا الشرط الاول. المسألة الثانية الإخوان هي الطير يكون عاقل، عقل الطير، الطير عقلو مزيان باغي يلقح قدامك، ما يبقاش ديرو وتضرق عليه ولا طل ولا دير زيف ولا مقنين عاقل ما غيديهاش فيك، ملي غدخلو الكرية صافي كتبان لي الكرية،
والمسألة الثالثة يصول، يوقف في الصولة، في الهياجر، في الهياج ديالو. الصولة الإخوان راه ماشي هي القمقوم ديالو واللي غوص جوهر، هذاك ها واحد شيء من الصورة، وكيبقى تلخ تقرب يبغي يدخل لبدالة. راه طير يقدر يصول وهو القمقوم ديالو باقي كحل، ولكن باش كنعرفو حنا صال بالتيب ديالو، يخرج ليه التيب ديالو، يقيح يبان لك هذاك داير بحال الخاتم فيه، وكيترعد في الضرب ديالو. ملي كيبدا يضرب كتبع تبريه 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 بلا 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 كيترعد. شوفو حتى تخلع الطير، ها حال فمو تخشي فيه كوميرا. اسمع لي غنهضر معاك دابا بواحد الغوص ديال الولاعة. طير صايل فين ما تحطو كتولي الظلمة غير كيبتبت. لأن علاش قلت لكم الإخوان الطير خاصو في البدالة يبدل مزيان وياكل مزيان وكلشي، وملي تم جاي خارج من البدالة عاونو. راه دابا راه تبارك الله ولات الماكلة ما شاء الله، داكشي زوين وما كيضرش، حتى الحريقة ولات موجودة، ديك البابيلار سميتها ديك يعني كاينين كاينين بزاف، كل ما يتعلق بقلق الطير ما شاء الله. ولاو الدراري تبارك الله الاخوان الموالي كيعطيو دروس في هادشي الادويه والماكله. والله اخويا بي باذن الله الا لما مات هذاك الطير انت ما عرفتيش تعامل معاه والعمر ديالو، هما كلشي يبقى عايش باذن الله. ف ملي خرج من البداله نعاونوا العمال البداله. لاحظوا الاخوان في الوقيته ديال التلاقيه، انا مازال ما كنهضرش على النتوه، دابا كنهضر على الطير. في الوقيته ديال التلاقيه ملي كيبغيو يتلاقاو في الطبيعه، علاش كنقول لكم راه الطبيعه راه هي المنبع ديال الولاعه، كاش واحد يخربق عليكم، راه الطبيعه هي المنبع ديال الولاعه. في شهر 11 12 يلا كتبدا تنبت الحريقه، راه كيطيحوا عليها الفريك كياكلوها مزيان، كتلقى الفرك كينوض بحال الذهب، وكيمشي كديريكت الحريقه 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 سيتو الحرشه من سما كتاكلهاش مقنين، تاكلها مازال قماتشو. ف هذاك الوقت الطير كيبغي ياكل الماكله مزيان، باش كيتربى فيه واحد النوع ديال السمنه، ماشي ديك السمنه الفائق اللي يعني مفرطه، لا السمنه ديالو، لانه هو عارف غادي يدخل على واحد يعني الزواج اللي ما غيبقاش ياكل بزاف، كيولي غير يطعم في الفراخ. هذيك السمنه ديالو والمسائل واخا ما كياكل بزاف كيتمعش منها. علاش في الاخر ملي كيسالي الولاد وجا كيبان لك الطير تحطم مع البداله والتلقاح وداكشي، خاصو العمان، وكيولي كيطيب كيولي هاكي الريج ديالو كيطيح. راه الطير يعني راه دار واحد المجهود مع الماكله ديال الولاد والتفراخ، ولهذا خاصو ياكل في شهر واحد جوج قبل ما ثلاثة، في النص ديال ثلاثة والفوق مزيان تفرخ كتالية في شهر أربعة، وكان وصيكم على المواساة ديال شهر أربعة. ف نوكلو مزيان، يبدل مزيان، يصور مزيان، عاقل طير موجود. ملي كاين مراحل كيدوز منها باش هذاك الطير غادي يتجاوز 100%. حنا كنهضرو مع الانسان اللي ما فاهمش في الزواج ديال الفراخ، ما فاهمش في التفريخ، معلومات باش تجي سهله. اش خاصو يدير ملي كانوا عنده القرع في شهر يعني 9 شهر 10؟ خاصو يكونوا عنده نتاوش نابر، وما كرهتش انا يكونوا عنده في شهر 8، ماشي تا شهر 3 عاد قلب على نتوما باغي نتجاوز. في شهر 8 تسعود شنابر دخل اخويا الكرغلي المجلج بالكرغلي والصفر او بالكريز، واخا يكون فيه شويه البيض ماشي مشكل، او الكريز، وعزل النتيوات اللي يكونوا صغار شويه في الحجم. كدير كل ثلاثه فكريه، فيها ثلاثه العمان ديالهم تشماش، هذا خرجهم في هذيك الوقيته تشماش العمان ديما القرع معاهم حداهم، القرع من الاحسن ديرو كل واحد قفز بوحدو باش ما يتضاربوش، هذا كدير جماعه كيبدا يمشي لك بالواحد بالواحد. شماش العمر كيشوف
ومرة مرة كتجبد قرع مع هادوك ثلاثة، وعقل على داك القرع اللي كتدخلو مع هادوك ثلاثة تلنتاوي، كاين عندك ثلاثة 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 مثلا، كنشد هذاك القرع كندخلو مع هادوك ثلاثة تلنتاوي، واخا تسمع النبلة تكشكش شي حاجة خليه، غادي يبداو يعومو، غادي يعوم معاهم، غادي يدير هذا. مرة كيدخل ملي سالو العومان ونشف كنشدو، وعلم الطير تشدو بيدك، عرف كيفاش تشدو بيدك فكريه، واخا تشد الطير بيدك الا عرفتي، ما كنتيش تعرف غير حل الباب مع الباب وخليه سير معاه بشويه، كنتي تعرف عنده الشده ديالو الطير مع المده، لا عرفتي تشدو وكيعرفك كتدخلو عند النتوه وكتخرجو، كون عليه كان عاد تمجيك سمع بيق 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 كيتشدو وكتدخل، هو كيتصل على النتاوي والنتاوي كيولفوه وكيسمعوا التبتبيت ديالو الضرب، كيولي عندها هذيك الشنبوره واحد التجاوب مع مقنين مع الطائر الحسون، ما كتبقاش ما ديرش كنار، حيد عليك هذيك الفكره ديال الطير كيدخلوه ولا كيديروا الكلام الكنار باش من هو تريح، هذيك الانسان اللي جا طاف شهر ربعه وهو عنده شي طير فيت منه مجاوج او عنده تجربه دوز واحد التجربه كيدير الكلام تاع، راه كاين انتوات اللي كيسمعوا الكنار ما تبقاش تريح لك المقنين، اللهم من الاول هي تولف المقنين، دير واحد مع ثلاثه والاخر مع ثلاثه واحد، وديما نفس الذكر يكون مع دوك الثلاثه كتخرجوا فيه الماء كتعوم، ويبقاو كيسمعوا بعض الكلام ديال هادوك، يسمعوا الكلام ديال التبشغيط والطير ديال الكريه ديال اللي غتخدم به الكريه، ما تدخلوش الكاخون، عصاك بيض والعمان والتشماش والفوندو وخليه يبدل على خاطره، ما عندكش المشكل مع مولات الدار على زوان ولا على شي حاجه ولا عندك اتساع، لان كنقول الصاك بيض لان هذا المشكل ديال زوان مع الناس الدار الله يسمح لينا مشكل، ما عندكش المشكل وعندك البيض تصطاد داكشي خليها عريان وغادي يبدل لك مزيان، شفتو من القرع اللي كيكونوا ديال شهر 7 و 8 اللي جبتيهم هما صحاح بحال سخون، هذا من جهه، من اللي غتبغي الطيور يحمروا وصفيو كذلك النتاوي في الوقيته ديال باش يتلاقاو وعاونتيهم كتعاونهم في الماكله، النتاوي ما تبقاش تعطيهم الميلونج في الوقيته ملي تبغيت لا مشى حتى شحمت اكثر من القياس ما توجدش لك الشحمه شويه غير كثر هي الخرطان، وكاين ولا دابا الماكله الخص شويه البيض الكالسيوم الى اخره، العمان خلي النتوه، الطير كل واحد كيضرب كيتكلم كيتكلم هذا كيتكلم هذاك، وهما النتاوي كيسمعوا الذكوره اللي كيضربوا، وكل وحده عارفه الطير اللي مولف يدخل عندهم تبيت في داك الشهر، يعني جوج ثلاثه شهر ثلاثه مثلا عاد غطلق في داك الشهر جوج، كندخل داك النتيوه عند داك الذكر عند دوك النتاوي كل واحد كندخل، ونحيد واحد النوع ديال الماكله نخلي غير زوان، لان الا دخلتي وكانت واحد الماكله اخرى غيبقاو يضربوا عليها، اللي جا غادي خلي غير زوال نكرط البلاصه المسائل ونخليه، واخا تسمع لا خليه خليه معاه، كاين اللي غتخليه تبات 3 ايام 4 ايام، اللي بان لك فيهم هذاك الذكر دائما كيجري على دوك الجوج، وهذيك النتوه اللي كي وحده كيجي ديما حداه وما كيضربهاش وكيتواكل معاه بضع قطرات، هذيك عزلها معاه، عزلها ودير لها كريه بوحدها ودير هو في قفز ولاصقها مع الكريه، خلي الطير يضرب ومره مره درق عليه بشي حاجه باش الطير يتوحش ويسمع التبليته ديالها وكيبقى يضرب، كذلك الاخرين ديما الطير مع ديك النتوه اللي عزل من ثلاثه، هو المقنين ما يتجاوز لك الا مع النتوه اللي ارتاح ليها، هذه طريقه كما قلت الاخوان سهله، هذه طريقه الا تبعتيها بالحرف حقا غتخرج الميس الميستو بإذن الله، في الطير النتوة النوب الأولى الطير خاصو يتجاوش القرع، الإخوان هذاك القرع ود العام سمعوا مزيان، ملي جات الوقيتة ديال الجواج وحطيتي العش وعطيتي النتوة كتجمع وتا مقابلو معاه هو كيضرب كيدير، إلا دخلتي الطير قبل يلاه دورت العش ودار دخلتيه وكان كيجمع معاها العش
ولقح وبيته ليله وحده معاها ما تخرجش القرع حداري، ما تخرجوش خليه مع النتوه. الا بغيتي انت تخدم به هنا وهنا وهنا غير دخلوه حتى الوقت اللي غادي يلقح وحيدو في البلاصه، حتى هو كيولي عنده عادل. اما الا مشيتي ولا في النتوه وجمع معاها العش وكينقح وكيجي وكل وتخرجوا غادي تقتل حتى الطير. انا نقول لك سيرتو القرع المقنين كيربي الكبده على النتوه ديالو. هذه الاخوان طريقه جد سهله، ونتمنوا باش تكونوا فهمتوها. تبارك الله عليكم الاخوان، تحياتي لكم. مواضيع بحال هاد الشكل كتكون خاصه وقت باش نفصلوها من كل جانب، ولكن انا هضرت بايجاز ووصلت الرساله من اجل التفريخ. نتمنوا من الله سبحانه وتعالى يعجبكم هاد الدرس هذا، وتحياتي لكم وتبارك الله عليكم الاخوان.